حول انتهاكات ميليشيا الحوثي واستهدافها للمدنيين في السعودية واليمن، ينضم إلينا الدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي بجامعة أم القرى عبر الهاتف من مكة المكرمة. أهلا بك دكتور عبد الحفيظ. بداية، السعودية تعلن السيطرة على حريق قرب محطة لتوزيع المنتجات النفطية في جازان، لو تطلعنا أكثر على محيط هذه المحطة، وهل تقع بجوار منطقة عسكرية مثلا أو معسكرات للجيش؟ اهلا وسهلا بكم. الحقيقه يعني انا اعتقد يعني الوضع الحالي في ايران والحوثيين، طبعا حينما نقول الحوثيين هم وكلاء لايران، تستثمر طبعا ايران الوضع العالمي اللي هو الانتخابات الامريكيه والازمه في الانتخابات الامريكيه، خطاب الملك سلمان امس الذي يطالب المجتمع الدولي بمواجهة طبعا إرهاب إيران وانتهاكاته في المنطقة، خصوصا بعد القرار الأممي برفع الحظر، حظر توريد الأسلحة لإيران. والحقيقة هذا حقيقة مزعج بالنسبة للمملكة العربية السعودية، خصوصا أن إيران تدعم الحوثيين في المنطقة. نعم. أعتقد حتى المجتمع الدولي يتخذ من اليمن، الإرادة الدولية حقيقة يتخذ من اليمن ورقة ضد إيران وضد المملكة العربية السعودية حقيقة. نعم. يعني المجتمع الدولي حقيقة لم يحسم أمره في أن يعني الآن بدأ يحسم أمره في ليبيا، لكن باليمن حتى الآن يعني الإرادة الدولية لم تحسم أمرها في أن يعني تضغط على الأطراف جميعها كلها. نعم. نعم. في صالح الحل السياسي. نعم. الحقيقة المملكة العربية السعودية يعني لن تتنازل الحقيقة لأي طرف من الأطراف إلا من خلال حقيقة المبادرة الخليجية والقرار الأممي 26 القرار الأممي الذي اتخذ في 2015 تجاه اليمن. أيضا هناك يعني مخرجات الحوار الوطني اليمني، هناك حقيقة يعني ثلاثة مبادرات يجب أن يتم الاعتماد عليها في الحل السياسي. نعم دكتور. أعتقد أن الإرادة الدولية حتى الآن لم تحسم أمرها، خصوصا في الفترة الحالية، ولذلك المملكة العربية السعودية هي تطالب المجتمع الدولي، خصوصا أن النفط ويعني النفط شريان يعني اقتصادي ويعني ودولي متطلب دولي. وصلت الفكرة فيما يتعلق بهذا الموضوع دكتور عبد الحفيظ. يعني التحالف العربي يعترض 5 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو السعودية كما تعلم، ما هو تعليقك على استهداف ميليشيا الحوثي للأهداف المدنية داخل السعودية؟ طبيعي يعني الآن بعد خطاب الملك سلمان أمس بمواجهة إيران، أعتقد أن إيران يعني مرتبكة هي حقيقة، وتود يعني أن يعني تثبت للسعودية أن أنا لدي وكلاء وأمتلك طبعا إرادة وأمتلك قوة، ولذلك تحريك الحوثيين في هذا الوقت. نعم. الحقيقة في استهداف المدنيين واستهداف المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية تمتلك الإرادة، تمتلك القوة، وتمتلك، لكن أيضا هي لا تود أن تحرج نفسها، يعني في هناك توازنات في الدفاع. أيضا الدفاع يعني سيكون فقط في يعني هي تصدت للطائرات المسيرة، تصدت للزورقين، ولكن هناك سيكون هناك نوع من الاختراقات، لأن هناك كثافة في الهجوم حقيقة من قبل الحوثيين. أعتقد هناك توازنات المملكة العربية السعودية لا تود أن يعني أن تتجاوزها، حتى لا تدخل ضمن دائرة هجوم المجتمع الدولي عليها. نعم، لكن ما الحل برأيك دكتور عبد الحفيظ، ما الحل برأيك لإسكات هذه النيران غير الشرعية التي تخرق المواثيق والأعراف الدولية وتستهدف المدنيين؟ أنا أعتقد الأزمة اليمنية يعني الحقيقة تحاول المملكة العربية السعودية أن يعني تحد من تدويلها دوليا حقيقة، مثل سوريا، مثل ليبيا، حتى الآن الأزمة اليمنية
يعني التدويل الدولي فيها محدود، ليست على غرار الأزمة السورية والأزمة الليبية، وإن كانت الأزمة الليبية يعني في طريقها للحل، وأيضا الأزمة السورية بدأت تهدأ ساحة القتال فيها، لأنه هناك في تداول تدويل دولي في روسيا. لكن الأزمة اليمنية ترفض السعودية تدويلها، ترفض دخول روسيا، ترفض دخول تركيا، أطراف ما عدا الأمم المتحدة. لكن الإرادة الدولية حتى الآن هي أيضا تستخدم اليمن ضد إيران، وفي نفس الوقت أيضا ضد السعودية للحصول على تنازلات في ملفات إقليمية و خاص يعني في ملفات يعني في مناطق أخرى. يعني الأكاديمي بجامعة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.